من هم منكر ونكير؟ ورد في نصوص الشريعة الإسلامية الإخبار عن عدد من الملائكة بأسمائهم ووظائفهم الخاصة بهم التي أمرهم الله بها، ومن هؤلاء الملائكة منكر ونكير، وهما ملكان يأتيان العبد بعد موته ومفارقته للدنيا فيسألانه وهو في قبره عن ربه سبحانه وعن الدين الذي اتبعه وعن الرسول الذي آمن به، وقد سمي كل من منكر ونكير بهذين الاسمين لنكارة الميت الموجه له السؤال لهما، فهو لا يعرفهما من قبل، بل لم يسبق له رؤية شيء من شكلهما سابقا، وذلك قول المناوي والمبارك فوري رحمهما الله. ويظهر من قول المناوي أن منكر ونكير يأتيان للمسلم والكافر على ذات الهيئة، ولا مانع في أن يكون كل منهما يسألان كل الأموات، فملك الموت مثلا هو نفسه من يقبض روح كل ميت، علما أنه لم يرد في ذلك نص صريح. وقد ورد في صفات منكر ونكير أنهما ملكان أسودان أزرقان، وذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرهما باسميهما فيه، فقال: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول. ثم يفسخ له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه. جعل الله للملائكة وظائف معينة يقومون بها، ومنهم من خصه الله عز وجل بوظائف خاصة لا يقوم بها غيره، وفيما يأتي بيان من وظائفه. من الملائكة من هو موكل بإيصال الوحي من الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو جبريل عليه السلام. منهم من هو موكل بالمطر وتصريفه إلى المكان الذي يشاءه الله عز وجل، وهو ميكائيل عليه السلام. وله أعوان آخرين يصرفون الرياح والسحاب بمشيئة الله وعلمه. منهم من وكله الله تعالى بالنفخ في الصور عند قيام الساعة، وهو إسرافيل عليه السلام. منهم من يقبض أرواح الناس عندما يأمر الله عز وجل بموتهم، وهو ملك الموت عليه السلام، ولم يصح في النصوص الشرعية تسميته بعزرائيل. منهم من يكتب أعمال البشر ويسجلها عليهم من خير أو شر، وهم الكرام الكاتبون عليهم السلام. فأحدهم يكون على يمين الإنسان فيكتب حسناته، والآخر على شماله يكتب سيئاته. منهم من يعمل على حفظ العباد في سائر أحوالهم، في منامهم ويقظتهم ولحظاتهم جميعها، وهم المعقبات. منهم من هو موكل بالنار، وهم خزنة جهنم، ويسمون بالزبانية. رؤساؤهم 19 ملكا، وعلى رأسهم يكون الملك مالك عليه السلام. منهم من يسبح في الأرض فيتبع مجالس الذكر. منهم الموكل بالجنة، وهم خزنة الجنة، وعلى رأسهم رضوان عليه السلام. منهم حملة العرش الذين قال الله تعالى فيهم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. منهم زوار البيت المعمور الذي يأتيهم في كل يوم 70 ألف ملكا فيصلون فيه، فإذا خرجوا منه لم يعودوا إليه. منهم ملائكة صفوف لا يفطرون، وقيام لا يجلسون، وركع وسجود لا يرفعون من ركوعهم وسجودهم.